انا عايزاكي في حاجه اهم. انت بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى. اتكلي على الله، يلا وفرحينا. عارفه كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا اسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغايه سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيب لنا حته عيل. يا بنت التلميذ اللي انت سارحه معاه طول النهار ده، خلاص ما بقاش فيه لا خشه ولا دم ولا اخلاق. عايزه الناس يقولوا على ست الحبايب ايه؟ مسرحاكي؟ ده جاري بص ومتربيه معاه. جارك مش جارك ملناش فيه، يا بنت ركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي. اسمعي يا بت، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ربنا يبارك لك في الالمونيا اللي انت بتقفشيها. وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل، على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين ثلاثه بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني، ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي امرني. الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم. باب الركلام ها؟ اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخوي؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي. قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت، بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له اقول له، عايز انت تقول له قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنكه يا سعد الفاشا. لسه في اول الليل يا عالم، تحب تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه ديت. لا لا لا، اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا
لا اللي وراها الميني باص. ده اوتوبيس مدارس. انا عايز اوتوبيس المدارس. تعالى يا ابني. بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنور؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف. أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف. أنا مش عارفني انا التوت مني انا مش انا انا مش عارفني انا التوت مني انا مش انا انا مش عايز دوشه ابات بره ابات جوه دي حاجه تبع المزاج والكيف ماشي مش عايز عكنانه وبراحتي محدش عنده ضحكه السلف أداري أمي مالها صوت في البيت. صوت مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال. تهزوا الزومات يخليكم ضهر. يلا. في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من العصفور يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا. يلا نتكلم. ورا. في ايه؟ طورت مني على البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عامل لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي. ما تخافيش يا كرام ما تخافيش يا حبيبتي ده ضيف وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت خليك مخانق قوم قوم اخويا قوم تعالى يا خفيف ولا اي حاجه ايه
ثمن الوحوش في ناس ما يرحموش زمن الوحوش حوش يا رب زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب في الزمن ده اتغيرت نفوس القرش يا علي صاحبه يتلم عليه كتير القرش يا علي صاحبه يتلم عليه القرش يا علي صاحبه يتلم عليه كتير القرش يا علي صاحبه يتلم عليه لا 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 الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش في ناس ما يرحموش زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعه 6 عشان يعزم. امرني انا هنا عشان تامرني. رمانه جاهزه؟ جاهزه ومستنياك حبايه حبايه. برافو يا مالدي. هات البلط وحصلني. امرك. احنا في زمن الوحوش ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. انما المره دي ده كلب متأجر. انا؟ ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس اللي راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها. ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ بص لي. خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ ما ترد! رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري.
شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت، آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المانشيت؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ معرفش. والنبي ما انا زيه والله بحبه، والنبي ما انا زيه والله بحبه. طب هو ده باينه صحيح؟ الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح؟ الله. يلا وين الصعبه ادينا. يا رمانة، انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدأي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله، اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، امرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبه كده؟ معلش يا باشا، انا اصلي تعبانه شويه. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمة وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. بعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ Where you go؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. نارين وصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله لما نشوف افندينا. اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاول بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك، مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أني كل؟ أني كل يا حاجة؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالساهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاصة ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة،
دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوصله ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدره ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في المباني ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا قومه تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحيه شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصه ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجه. ما ينفعش يطلع من ناحيه افندينا ولا يطلع من ايدينا ابو سهنه. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس متعيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم رفندينا. يا مغاز يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيلة اتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمال ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خساره. اه على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك، انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولتلك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبية، ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة. قولي كيلو. سكر عليك. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعل. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى هوى لغايه ما تشعل. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي، ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تمسح فيه ظهري شوية عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قلت بالك كده، انا هسيبك هنا فوق حتى القعدة. خلاص. عين عليكي، بنت متعاونة، بس محتاجة مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجالة. ها يا علي طمني، اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قاله لك يا اخي. زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول.
يمين يمين شمال شمال، ربينه مع السمع والطاعة خلاص يا باشا. زي الغنم عصاية واحدة تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكاية دي ممكن توصلك للإعدام، ولا كأنه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمة ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجة ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعية نفس التناحة والسنتحة، اكنهم ضربين من نفس الشريط. علي انا عاوز اعرف كل حاجة عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يو يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجة. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجادة. اوامرك مدام كرامة. الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحالة اتأخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طبعا ما في ايه، بس الحقيقة انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ في حاجة مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متأخر، لكن انا ما زلت عندي امل، إنما أي حاجة تانية بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي إن الأدوية اللي أنا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وإنت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الأهم إن إنت مش مهيئة نفسياً في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس انك تنتظمي في العلاج وانا اكتب لك دواء اضافي. ويا ريت يا مدام كرامه اشوفك الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامه هو جوزك بيشتغل ايه؟ شو بلغني ان مراتك مش هنا، قلت اجي اعمل الواجب. هو انت ما بتعرفيش تعملي الواجب في اوضه النوم؟ الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج؟ ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب مسكه بقى عشان يطير. هو مين؟ العصفور. طب ما يطير هو انا ماسكاه والدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة
ولا فرد أدوات. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه اسم الله عليه. وأوعد أوعد برضو أهل دايرة الكرام أول ما تمسمر في كرسي المجلس أوعدكم بالعيشة الكريمة بلا ذل بلا إهانة بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا. صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. وفي لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص انما اقول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامه بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه. اتفضل شيشه المعلم يا كوارع. يا جنت الشباب بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا غرامة بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حمينا المعلم خميس أفندينا. اسم الله عليه اسم الله عليه. ده العسلامة أفندينا. اسمد عليه اسمد عليه. وسع يا اهلا وسهلا بافندينا خطوة عزيزة. حمد لله على السلامة. اسم الله عليك اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال يا بيت. تعال يا باشا. ريحوا الرجالة. هموت يا بيسة مرعوبة. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده. انا حاسة انك واخدة عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزة. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا وانا محتاسة مش عارفة اعمل ايه في النصيبة دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي يختص يختص ويقب تاني فجأة. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي. عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه ارجع للباشا ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده. انت وصلي على النبي وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخليلي السك على الاخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز. فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت اطيل الارض لغايه ما اصلي ركعتين. شكرا. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل ها؟ يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى على قط الزبون. عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السلم بيدوقه. وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس أدخل ده وأمنع ده. واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص. محدش فاهم حاجه. والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي. قلت اخش. خش يا اخويا خش وماله ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطوات
لانه يناسب المرحله. ما هو بجاش هو وطوات المرحله. امال عضلات منفوخه جت واخد راحتها مش باين لها طول من عرض. على قفا ايه بسم الله ما شاء الله 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانه من النهب والفرده والاتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر الذكر هو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه والكل بيتبارك بيه، وانا اول من المباركين. انا في ديك الساعه فندينا لما تقف معايا في الانتخابات ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر والدنيا زهزهت والحظ انت معايا. يا اخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض، ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع مالته ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل، بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعلك.